صبحكم الله بالخير وصبحكم الله بالنور والسرور. اليوم من جديد الحقيقة يعني المكان هذا المغري اللي بالفعل أنا سميته منزل السعادة، منزل الأحلام. كيف ممكن نحول منازلنا إلى مصدر سعادة لنا؟ بيوتنا هي المكان اللي نعيش فيه كل لحظاتنا الجميلة، لكن كيف نخلي هذا البيت بالفعل إلى منزل يعني نكون سعداء وإحنا موجودين فيه؟ الحاج عيسى المكحل أبو حسين الله يعطيه الصحة والعافية، الحقيقة عمل نقلة غير طبيعية في منزله وحوله إلى جنة. أبو حسين صبحك الله بالخير، كيف حالك؟ كيف الصحة؟ الحمد لله طيب. والله أنا أهنيك الحقيقة، أنا جيتك قبل يومين واليوم رجعت، يعني ما قاومت اللي شفته بصراحة، يعني بيتك ومحلك الله يخليك إن شاء الله. هو الحقيقة أنا أبغى أوجه رسالة من خلال لقائي فيك اليوم، يمكن الجو في النهار يعطيني رؤية أجمل للمكان، وبالفعل يعني أنا ما كنت أشوف هالخضرة وهالورود هذه بهذا الجمال في المساء، لكن كنت مستمتع بالريلاكس. الرسالة اللي أبغى أوصلها، التقاعد هو اللي خلاك تعمل هذا الشيء ولا هو أيضا سبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والله أبو محمد، طبعا الهواية دي عندي قبل التقاعد، من أول ما سويت البيت هذا قبل تقريبا الآن دخلنا في 23 سنة. زين، وبديت طبعا ما كان كذا بالشكل او بالحلاوه هذه، كان شيء مو مرتب ولا منسق يعني عدل. بعدين شفت ان الخضره تعطي بهجه للانسان، تعطي تدخل على الانسان البهجه والسرور والراحه النفسيه، فبدات يعني انا ازرع شوي شوي. طبعا لو تلاحظ انا ما ازرع الشيء اللي مثمره واجد، ما دائما مهتم بالشجر اللي هو الورود وما الورود واللي يعطي روائح خصوصا بالليل. كان عندي قضب لوز، مانجاية، رطب، ليمونة، بس الباقي ما اهتم فيها. يعني زي بعض الناس يحط لي توت وما توت ويظن لازم يزرع في البيت 100 شجرة بالضبط ويبغى ياكل منها كل شيء، ما يصير. انت لما تزرع الشجر هذا راح تظلل على الحديقة كلها، فراح تموت الحديقة، لأن الظلال ما يخلي الشجر يقوم خلاص، يعني قاس محله. كنت نزارع من اول الحشيش الطبيعي، بعدين قررت اني اشيله. هذا الكلام صار لي الان من 4 سنوات، جبت هذا الحشيش من الصين وغيرت الطبيعي وحطيته. شفت جمال، حط جمال، ووفر علي ماي وغناني عن الاشياء الكثيره، ونفعني انه ما في حشرات الان، تقدر تقعد اي وقت ما تشوف لا حشرات ولا ديدان ولا شيء. وفرت تقريبا 70% من المياه، لان الاشياء هذه انا اسقيها دائما بالهوز، مياه بسيطه تحتاج، ما تحتاج يعني كل 3 ايام يعني مجرد رأي بس تعطيها ماي. فنمت الهوايه معي، شفت يعني الواحد فعلا حديقه البيت او البيت نفسه هو جنه الانسان، وحديقه البيت هي جنه البيت. صحيح. نعم. طبعا هذا يساعد الانسان على التقاعد لما يكون قاعد في العمر، مثلي انا الان عديت 60 ولله الحمد، فانا ارتاح نفسيا، يعني حتى تجيني ايام ما احب اطلع من البيت مع وجود، والله مع وجود بالبيت بمثل هذه، خليني اقول هالطبيعه. نعم. الواحد وش يبغى اكثر بالضبط من انه يكون جالس مرتاح في بيئه جميله؟ انا اظن حتى الاولاد يعني يكونوا يعني يبغوا بس اليوم متى اللي يكونوا متواجدين فيه. ولهذا يوم الجمعة هنا تحصل البيت ولله الحمد، يعني ما بقى شبه بالمدرسة، بس أقول يعني من كثرهم يعني نخليه روضة ولا وش رايك؟ فمستانسين، والكل يلعب والكل يروح، المرجيحات عندهم، الحديقة عندهم، الزراعة الجهة الثانية الحديقة موجود عندهم يلعبون. يعني في شيء لفت انتباهي ايضا، انت تقول الاطفال دائما لما يشوفوا هالاشياء الحلوه ما يتركوها في حالها،
يعني كيف استطعت أنك تربي أطفالك أحفادك على أنهم لما يجوا هني منطقة تعتبر بالنسبة لهم يعني خط أحمر؟ إيه. بصراحة سؤال وجيه. أنا ربيتهم على ما يدان أي شيء يطلب، هدايا ألعاب حلوة، بس ما يداني للشجر. إذا يقص ورقة يعاقب فعلا، إذا يقص ورقة لو المشكلة أن كل الأطفال كل واحد يعلم على الثاني، بابا فلان قص ورقة، فلان سوي إيه، فيعاقب، واللي يعاقب خلاص هو خسران. الآن هم كلهم يشهد الله أن يتأدبوا، ما حد داني الورق. إيه يجون يستمتعون، يقعدون يصورون مع أمهاتهم وينبسطون بدون تخريب بالنسبة للشجر، لأن زي ما قلنا الشجر عندي أنا والله خط أحمر. أنا عامل الشجر زي ما عامل أنا. هذا يقودني إلى سؤال آخر الحقيقة، إذا ربينا أطفالنا على حب الطبيعة وعدم العبث فيها في بيتنا، يعني بكرة في الشارع بيحافظ على كل ما هو موجود. الشارع لما يدخل أي بيت لناس ثانيين، يعني لما يروح زيارة مع أمه مع أبوه لبيت ثانيين ما يداني شيء. ليش؟ نتعود ان هذا ممنوع، ان هذا لا تسوي. ايوه، ما يخرب بالضبط، ما يكسر. راح حديقه حافظ على المكان، راح كورنيش. واحنا كنا دائما نتاذى من الناس اللي يروحوا الكورنيش ويتركوا اوساخهم ويكسروا ويخربوا المكان. انا اقول البيت هو المدرسه اللي يعلم الاطفال على ان يحافظ على كل الممتلكات، سواء داخل البيت ومن البيت إلى خارج البيت. إلى خارج البيت. كلام سليم أستاذنا. أنا الحقيقة اليوم سعيد جدا. أنا اللي أسعد بزيارتك. لكن في مكان أنا لازم أمر عليه، وهذا المكان الحقيقة اللي أبو حسين خاشنه عني وقال هذا بعد ما تفطر، لكن أنا أقول لا، لازم أشوف هالمكان هالجميل. الله، شوفوا الجمال، مخلي المكان بالنسبة له كل شيء، كل شيء للراحة. الله يسلمك والخير إن شاء الله. مكان الجاكوزي مكان جميل جدا، وبالفعل إذا استطعنا أن احنا نحول منازلنا إلى جنة بيكون مصدر سعادة، سعادة يعني لا توصف بالنسبة إلى أولادنا، أحفادنا، أصدقائنا، أهلنا. وبالتالي هي مسألة كيف ننقل هذه العدوى الجميلة إلى كل الناس اللي حوالينا. وطالما أن اليوم الخميس والخميس الونيس، يعني أتمنى لكم السعادة إن شاء الله، وأتمنى لكم كل حب وكل خير يا رب.